أهلا بكم في موجز أخبار الرأي. أكد نائب وزير الخارجية خالد الجرالله أن الكويت لديها ثقة في أن تسود الحكمة والعقل وأن يكون الهدوء سيد الموقف في المنطقة وألا يكون هناك صدام فيها. جاء ذلك في تصريح الجرالله على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها وزارة الخارجية على شرف البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت والتي شارك فيها سمو الشيخ ناصر المحمد. الوضع في المنطقة الحقيقة الوضع حساس، وضع بالغ الدقة والخطورة، وهناك تطورات متسارعة الحقيقة تنبئ عن تداعيات نتمنى ألا تكون تداعيات خطيرة، ولكن يجب أن نكون الحقيقة في منتهى الحذر وفي منتهى الحيطة في التعامل مع تطورات الأحداث وتسارع وتيرة الأحداث في المنطقة. لدينا ثقة بأن تسود الحكمة ويسود العقل، ولدينا ثقة إن شاء الله أن يكون الهدوء هو سيد الموقف وأن لا يكون هناك صدام في المنطقة، ولكن الحقيقة يعني هذه الثقة وهذا نستمدها والحقيقة نشكل رأينا فيها من خلال التصريحات. الجانب الأمريكي يعرب عن عدم رغبته في دخول الحرب، والجانب الإيراني أيضا يعرب عن عدم رغبته في دخول الحرب، وبالتالي نحن في ضمن هذه الدائرة نعتقد بأن هناك ما يدعو إلى الأمل والتفاؤل بأن تكون هناك سيطرة على الموقف إن شاء الله، وأن لا تتداعى الأمور بطريقة تشكل خطورة وبشكل تهديد للأمن والاستقرار في منطقة الخليج. الكويت سألتني عن الكويت، الحقيقة الكويت دائما مستعدة ودائما حاضرة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة، تهدف إلى الاستقرار، تهدف إلى تجنب الصدام وتجنب التوتر في المنطقة. هناك اجتماعات إن شاء الله الأسبوع القادم، اجتماع قمة خليجي وقمة عربي وقمة إسلامية، نتمنى من خلال هذه القمم أن تتم معالجة الأوضاع وأن يصدر من هذه القمة ما يسهم في تهدئة الأوضاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وأكد ترامب أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط إجراء بأغلبيته وقائي، مشددا على أن الانتشار العسكري الإضافي في الشرق الأوسط هدفه الحماية، وأضاف أن الانتشار سيتضمن عددا صغيرا نسبيا من القوات. أعلن حزب المحافظين في بريطانيا أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد سيعين قبل 20 يوليو، وذلك في أعقاب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة للحزب في 7 يونيو بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكس. وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أن استقالة ماي لا تغير شيئا في موقف دول الاتحاد بشأن اتفاق خروج بريطانيا. هذا وعلق الرئيس الأمريكي على الاستقالة قائلا إنه يشعر بالأسى من أجل ماي التي قالت إنها ستستقيل بعد أن أخفقت في تنفيذ انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي. لليوم الثاني على التوالي وبمبادرة من إدارة مستشفى السلام الدولي وبالتعاون مع المستشفى الأميري أقيمت دورة القيادة للقطاع الصحي، وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام محمد الهاجري إنه تم أخذ التجربة الكندية كونها قريبة من التجربة الإدارية الكويتية، متمنيا استفادة القطاعين الحكومي والخاص من هذه الدورة، كما دعا إلى التواصل بين القطاعين على مدار العام. المناسبة هي لليوم الثاني، ابتدأت من أمس، هي شهادة في قيادة في القطاع الصحي اللي قام فيها مبادر فيها مستشفى السلام الدولي، وتم دعوة المستشفى الأميري ومشاركة دكاترة المستشفى الأميري في يعني كانت دورة جدا ممتازة،
ونتمنى يستفيد منها القطاع الخاص اللي السلام مستشفى السلام يمثله، وهم القطاع الحكومي اللي كان المستشفى الأمير يمثله. ودائما يعني نتمنى تكون التواصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في القطاع الطبي يعني مستمر على مدار السنة ومثمر حق القطاع الصحي بشكل عام. تم اليوم بحمد الله اختتام الورشة ما بين مستشفى السلام ومستشفى الأميري بمبادرة مشكورة من مدير مستشفى الأميري الدكتور علي العلندة لإجراء ورشة ما بين المستشفيين في الرعاية الصحية، اللي أعطى الورشة هيئة الاعتراف الكندي على مدار يومين، وتشرفنا بحضور مديرة إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة وكذلك جمع من رؤساء الأقسام مستشفى الأميري، ونطمع في المستقبل أن تزيد عدد الورش اللي ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع الحكومي لما فيه من مصلحة وخدمة للمراجعين في القطاعين. في البداية أحب أشكر مستشفى السلام لتعاونه مع القطاع الحكومي، وهذا يمكن أول بادرة من المستشفيات الخاصة للتعاون في تقديم التعليم والخبرة والمحاضرات للقطاع الحكومي بينه وبين الأميري، فهذا الشيء طبعا فخر للكويت وفخر لنا احنا، واحنا نعزز مثل هذه الخدمات اللي ممكن ان المستشفيات الخاصة تقدمها للقطاع الحكومي. أقامت جمعية صندوق إعانة المرضى غبقتها الرمضانية السنوية في مقر الجمعية، وشملت الغبقة على مسابقات ثقافية وأنشطة متنوعة بحضور عدد من المسؤولين والموظفين. وكانت المناسبة فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول الخطط المستقبلية للجمعية. اليوم عندنا مناسبة سنوية نعملها ل عموم الموظفين في جمعية صندوق إعانة المرضى، وهي الغبقة السنوية في رمضان يتخللها يعني تكون هي في جو اجتماعي نلتقي فيه بالموظفين ونتشاور وياهم ونتناقش، وفيها مسابقات كذلك، جو يعني عائلي ترفيهي كل سنة نقوم فيه، والحمد لله فيه يعني حافز للموظفين على يعني استعادة النشاط والقيام بالأعمال التي المفروض يقوموا فيها للمرضى إن شاء الله. يسدل الستار اليوم السبت على دورة الشركة الكويتية للاستثمار الخامسة لكرة القدم للصلاة للبراعم، وذلك بإقامة الحفل الختامي على صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة الشويخ. وسيشمل الحفل الختامي عدة فقرات وجوائز للجماهير الرياضية. وكانت البطولة قد انطلقت منذ 15 من شهر مايو الجاري بمشاركة 27 فريقا من فئة البراعم، من بينهم 8 فرق من دول خليجية وعربية وأوروبية، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 5 مجموعات. الحمد لله رب العالمين، يعني سير البطوله مثل ما انت شايف القوه والنديه، يعني اليوم الفرق هذه كلها تحت 12 سنه، فلما تشوف هالنديه وتشوف هالحماس ما بين الفرق الكويتيه والفرق العربيه والاوروبيه والخليجيه، تحس ان هذا النجاح يعني يفيد الشباب الكويتي، لان اليوم العديد من المدربين قايلين لنا انتم اغنيتونا عن نروح معسكرات خارجيه، لان واضح بان اليوم الاحتكاك صار على مستوى نقول اسيوي على مستوى اوروبي، فبالتالي النجاح قاعد يتسجل حق عيالنا ولنا احنا كنا شركه كويتيه للاستثمار، وهذا النجاح طبعا يعني احنا ان شاء الله قاعد يكبر ونكبر معاه. الختام راح يكون شيء مميز، الختام راح يكون يليق في بطوله اوروبيه، احنا محضرين العديد من المفاجات.
مفاجآت حقيقة للجمهور وللناس، على أساس يعرفون الكويتية استثمار اليوم في نسختها الخامسة إيش قاعدة تقدم، اللي وصلت إلى مستوى عالمي في 5 سنوات. أنا سعيد باستقبال دعوة كريمة من دولة الكويت الشقيقة ومن الشركة الكويتية للاستثمار، وهي مناسبة وحدث عربي جمعنا 9 دول أشقاء. شايفها بطولة مميزة، وان كان بيغيب عنها حضور الجماهير لكن هي حاجه جميله، وخاصه في سن البراعم احنا سعداء ومنبهرين بيها وفرحانين ان احنا بنزور دوله الكويت لاول مره. الحقيقه احنا من عشاق الكويت، العبري والدخيل وجاسم يعوب، احنا اجيال متعبه، فاحنا سعداء في وجودنا في الكويت وسعداء بالاستقبال وسعداء بالكرم والحفاوه اللي قابلناهم لغايه دلوقتي من اعضاء الشركه البطوله. وصلنا معكم لختام الموجز في أمان الله.